إذا خلاص انتهت الوصايا على الناس في الأنظمة كلها اللي ما زالت تشتغل بالقالب القديم حاكم ومحكوم وأن هذا يفهم انتخبوه ويعطي صوته الأول انتخبوني أو أنا انتخبت نفسي تالي مهازل ما تخلي الناس تحكم نفسها بنفسها تقيم المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية هي كلمة ديمقراطية معناها ديمقراسي ديمقراسي الدهماء على الكراسي لما يجلس الدهماء عامة الناس تجلس على الكراسي هذه هي الديمقراطية أما إذا لم يجلس الشعب على الكراسي ما هي ديمقراطية سميها كيف تسميها سميها حاجة ثانية لكن ما هي ديمقراطية لأن كلمة ديمقراطية متكونة من نقطتين ديموكراسي ديموكراسي نقولوا إحنا ديموكراسي ديموكراسي يعني ديموكراسي كلمة عربية دهماء على الكراسي لما يجلس الدهماء على الكراسي تصبح الديمقراطية هذه الديمقراطية أما غير أقول نظام الحزب الحزب نظام الرئيس نظام الحكومة أي مهزلة هذه كلها مهزلة هذه يعني لا أقرأ الكتاب الأخضر بس هو وقت أقرأ الكتاب الأخضر ولو أنه ممنوع يعني الكتاب الأخضر لكن عبر الإنترنت ممكن تحصل عليه أو عبر المرئية الليبية لأن تنشر فيه في كل ليلة.